ايه للسيسي لما كسب؟ يقول له الف الف مبروك وربنا يوفقه ويقويه على شعبه. يقول له مبروك وربنا يقويك على شعب مصر. بنقول له احنا بنحبك جدا وواثقين فيك جدا وعارفين ان انت هتنفع مصر اكتر واكتر. والناس اللي هي مش شغاله ومش لاقيه شغل افتحوا لها شغل عشان البلد تتقدم، مش عايزين البلد تتاخر. احنا تعبنا 3 سنين وانا من ضمن اللي تعبت 3 سنين اول واحد. امجد انور السادات وملعب ناصر، وهنقول حسني مبارك عشان هو كان شويه معيشنا بامان. فان شاء الله باذن الله السيسي يكون يعني وش خير. الشعب المصري تحت خط الفقر. ما تجيش تقول لي بقى ديمقراطيه وحقوق انسان ومش حقوق انسان والكلام ده كله. ناكل الناس دي ونلبسها وبعد كده نقول لها حقوق انسان، نقول لها ديمقراطيه، نقول لها كده. انا بحب السيسي وعايزاه يعمل بلد عشان اعرفه احسن. عدي واحد عدي 100، سيسي رئيس الجمهوريه. يلا يا سيسي هز الكون، ده انت وراك 90 مليون. يلا يا شعب قولها بجد، سيسي زي النيل والسد. لو مالكيش غير طلب واحد بس تطلبي من المشير السيسي، تطلبي منه ايه؟ خلي بالك من الفقرة شوية، اهتم بالفقير شوية، واهتم بالشباب اللي مش لاقي شغل وعطلان، لأن محدش واقف جنبه إلا الشباب والست المصرية، وهو راهن عليها وكسب الراهن. تبقى قوية على المفسد وحنين على الشعب الغربي.